ولله كيما يقول لك لا رياكسيون تاعنا بعد الهدف الثاني تاعهم كانت بوزيتيف، وين درنا با مال دوكازيون، وين شفتوا زدنا لو دوزيام بوت لو تروزيام بوت. طاحوا لنا فرص يعني في بدايه الشوط الثاني ما قدرناش نسجلوا، سجلوا لنا الهدف الثاني. يعني نظن بلي لو غرون ميريت يعني في هذه لا فيكتوار نشكروا يعني الانصار اللي قدروا يعني يساندوا الفريق تاعنا يعني طيله 95 دقيقه. الشيء السلبي هو في الاوقات اللي كنا قادرين شباب الوزداد اعطانا دي زيسباس اللي كنا قادرين نكسبلواتيهم، احنا ما كناش نحتفظوا بالكره، كنا نضربوا الكره يعني في نيمبورت كال بياس، ممكن هذاك هو الشيء اللي اثر علينا.